مرشحين مجلس الشعب. قررتي ترشحي نفسك ليه؟ طيب يعني القوانين ايه العبط ده؟ تعرفي يعني الدستور؟ لا ما اعرفش. طب ايه مهام مجلس الشعب؟ لا ما اعرفش. بتعرفي تعدي الشارع؟ لا ما اعرفش. بجد انت المرشحه المثاليه لمجلس الشعب. وبقى عندنا وزاره للهجره. ما يصحش. الكل انتقدها علشان لابسه نص كم وهي بتحلف اليمين. مش هقول غير كلمتين، احنا بناخد بالافعال مش بالاشكال. وكمان صاحب الليله كان مبسوط. انتوا مالكوا؟ ما نشوف هتهبب في المغتربين ايه. كل حاجه ليها اصولها، يعني ما ينفعش تسوق جنب صاحبك اللي سايق، وما ينفعش تبقى في المدرجات وتنزل تلعب مكان ميسي، ما ينفعش تبقى بتصلي و... لا حول ولا قوه الا بالله. هنكت المصليين ورا. اخر تطورات العاصمة الادارية، كانت في الاول الشركة الاماراتية وفجأة الشركة طارت. لكن المشروع بايادي مصرية. اخيرا هنعمل حاجة هاند ميد. لكن برضو المشروع بايادي صينية. بس يا رب تكون اخر دولة. ها عايزين نبدأ بقى.